في خبر ولا ألطف، يعني مش هتلاقي ألطف من كده أبدا. أغلى عقد زواج في التاريخ، ده حصل في العراق الشقيق، ومش عايزين نتأثر ولا نزعل ولا نقول إيه. بص حضراتكم، عقد جواز المقدم فين الخبر ده؟ مش عندي والمؤخر، ما هقوله لك دلوقتي. تخبيه عليا قصدك شكلك. مقدم ومؤخر كام يا خالد؟ مليون دولار بس. لا كام؟ عايزها بايه الاول؟ انا هقولها لكم واحده واحده كده، بالعراق بالدينار، بالدينار اهو قدام حضرتكم على الشاشه. لا عشان تقولي بالدولار. لا الاول بالعراقي، وبعدين تقعد انت تحسب. بالدينار العراقي المقدم 3 مليار والمؤخر 5 مليار دينار. دول كام بالدولار؟ خلاص يبقى الاثنين مع بعض 8 مليار دينار طبعا. بالمصري، بالمصري الاول 112 مليون جنيه ونص تقريبا، يعني ده بالمصري، بالجنيه المصري. خلاص بالدولار بقى حوالي 6.5 مليون دولار مقدم ومؤخر. طب عندك صوره العروسه؟ مواصفات العريس والعروسه على فكره في الشاشه. يعني هم مين يعني؟ لا بس ده حقيقي يعني ولا؟ والله الزوج مواليد 84، اعزب، حالته الاجتماعيه اعزب. الزوجه حالتها الاجتماعيه مطلقه، عند من مواليد 86 وعندها ولدين. وكتب الزوج على نفسه تعهد بتربيه ورعايه ولادها الاثنين. ده عظيم. شوف كمان يعني يعني غير كده مواليد حاجه و80 ده جاب الفلوس دي منين بقى؟ هنبص على الحاله كده يا جماعه، الاخبار دي هتبوظ المجتمع بتاعنا. ما انا قلت ايه، ولا نبص ولا نفكر ولا نحط ولا نقول لك المغالاه والحاجات دي، كل واحد وظروفه يا جماعه. وبعدين المهم ايه؟ المهم الحياه كويسه مع بعض، والمعيشه الحلوه، والعلاقه، ويعني الحياه الانسانيه اللطيفه، مش بالفلوس. ما الواحد لما يعني بيكره يقول لك خد مقدم ومؤخر وخد كل حاجه وبريك من كل حاجه، فقصه مش قصه فلوس ابدا، ملهاش علاقه بالفلوس. مهما اكتب مقدم ولا مؤخر، المهم تشتري راجل، والست اللي معاك دي تكون حد يعني كويسه وتعرفك، تشتري 20 راجل بالفلوس وصونك. فما نبصش على الفلوس ولا يهمنا الفلوس، المهم الجواز يعني ايه؟ الاستقرار والمحبه والموده، بس ما فيش فلوس.